السلام عليكم. قضية التاريخ تاع الكشافة على مستوى الوطن في كل منطقة من 1939، مش نجيبوا التاريخ من 1935 36 1939. وكي خلقت الكشافة لمدت شبان، وكل حزب كان يحوس يديه، يعني الأغلبية سيتي توتا في نورمال، جمعية العلماء ولا حزب الشعب ولا البارتي كومينيست ولا إلا نورمال. بسم الله الرحيم. السيد براشد سعيد، محافظ الوطني للأمدة والذاكرة. اليوم حضورنا في ولاية المضيفة، ولاية سعيدة، لأن عندها تاريخ. في اليوم 18 مي كان فوج الأمل اللي ضحى لتحرير هذا البلد، وهو من 2 مي 18 مي خلوا تاريخ في على مستوى الولاية سعيدة. وبهذه المناسبة اليوم مساء غادي نهيكلوا اللجنة الوطنية للعمداء والذاكرة باش يحضروا كتاب التاريخ تاع الكشافة وقت الثورة من 1939 إلى يوم الاستقلال. 120 كشاف اللي جاوا من وطن كل، من الواد، من تبسه، من الحدود، يعني من الحدود للحدود، من بشار، من كيما نقولوا الولايات تاع الغرب كومبلي، بليده، سطيف، قسمطينه، زوج افواج، يعني خير كبير، عندهم حب لهذه المدينه. الدمي داروا مظاهره وكذا، وعاودوا كيما نقولوا الديزوي ميشي اللي داروه كاع ما يتعاودش، حرقوا لو سامبول تاع فرنسا هي لاميري، وحرقوا الخيطان تاع التليفون باش يعزلوا المدينه، وحرقوا قطعوا السكه الحديديه باش ما يجيش تموين من التكنه تاع الخيطر، خاصه حطوا قطعوا الجنوبيه، وحرقوا المخزن تاع الحطب والليسونس. شكون يدير هذا؟ جروب تاع كشافه. الكشيم عبد الحميد بركه، كشاف من ولايه سيدي بلعباس، كشاف قديم، عندي فايت 60 سنة حياة كشفي، ترعرعت في الحركة الكشفية، واليوم رحنا في ولايتنا ولاية سعيدة اللي راها تحتفل بهذا العيد مأساوي حقا، لكن حتى لا ننسى باللي الجزائريين دفعوا ان تريبو انورم pour obtenir notre indépendance. Donc aujourd'hui, le fait de parler, comme on a vu dans la conférence, des gens qui n'ont pas été cités, qui n'ont pas eu l'honneur d'être cités parmi les shuhada de cette ville, ça nous désole en quelque sorte. On parle beaucoup plus sur les Minsiyin dans le tarikh. Imtar Khaira Bint Bilal et Atarf Baghdad. Et dans le Minsa, il y a ناشط السلطات المحليه اللي كان حاضر فيها مع الوالي ومديريه المجاهدين وحتى المنظمه المجاهدين باش ينصفوا هاد الناس. هادو ماتوا مساكين من 45، هذا واحد مات 42 وهذيك ماتت 45، وما خلاو يعني كانوا عندهم لا اولاد لا والو. ماذا بنا احتراما لهم واش قدموا، ماذا بنا يعني سعيدة تمد لهم حقهم. والسلام على المرسلين والحمد لله.
تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية، الله يرحم الشهداء.